أستاذ بليغ، زي ما اتكلمنا عن إمام عاشور ودوره في الملعب، لازم نتكلم عن أوبري موديبا ودوره، لأنه ده هو برضك اللي هو كلمة السر هيبقى في الفريق هناك. لعيب برضه بيقدر في الهجمات المرتدة بيحرك سيرينو ومسيكه بطريقة غير عادية. يعني هو موديبا لو كان في مستواه امبارح في الماتش، لعب بمستواه يعني يمكن اقل ماتشات انا شفتها له كان ماتش اللي رغم ان الدكتور وليد اتكلم عنه، بس انا شايفه كمان مش هو ما ظهرش لسه بمستواه. فوجوده، بس خد بالكم عندهم نقطه ضعف، غياب مكوينه بتاع نص الملعب برضه لعيب مؤثر. انا قال لي جنبه، انا بتكلم بس على مؤثر متهيألي جدا. وكمان هو بيستغله في مركز قلب الدفاع بين الاثنين تحت، لانه بيسقط هو خطوه. هو عنده غيابات، هو غيابات مؤثره مفيش نقاش فيها، بس انا بتكلم على العناصر اللي موجوده المؤثره. لا يعني اقصد هو ليه دور دفاع مهم مكمل. طبعا طبعا نقطه قوه للاهلي، بس انا شايف المديبه هو اللي بيقدر عنده، هو يعني ايه، هو صانع الالعاب بتاع الفريق اللي هو بيقدر بينقل هجمته، او دوره هيبقى مع في الماتش ده بالذات، لانه هيعتمد يعني رغم ان هو بيلعب دايما يعني في ماتش مفتوح، لكن المره دي هيبقى يعتمد اكتر على الهجمات المرتده. هو عندهم سرعات، والسرعات ده هيخلقها موديبه برضه بتمريراته الطوليه لسيرينو وماسيكو، اللي هم بصراحه هيكون في الله يكون في عون دفاعات الاهلي بكره، لان النادي الاهلي برضك لازم تحت اي ظرف من الظروف لازم هيضغط، لازم هتحصل فيه اخطاء، هيحصل فيه هفوات، فالله يكون في عون في خط دفاع النادي الاهلي مهما كان برضه نص الملعب، وزي ما اتكلم على اهميه الدكتور وليد، لكن لازم برضه هيكون الجانب الهجومي هيضغط عليه في بعض الفترات. انت كده خدتنا خط دفاع النادي الاهلي بكره الله يكون في عون هيبقى عامل كبير. بقى للدفاع، في الديفنس في وجهتين نظر في اتنين لعيبه، ياسر ولا رامي، هاني ولا اكرم. ياسر ولا الناس رامي. مش مختلفه على معلول ومنعم. ياسر ولا رامي الناس بتتكلم كده، ياسر ولا رامي واكرم ولا هاني. خلي بالك ده لايقه، ياسر ولا رامي اكرم ولا هاني. انت كده بتتكلم في ناحيه، يعني في مشكله في ناحيه كده، انت لانه سرد باك ناحيه علي معلول وعبد المنعم مستريح. اوكي فدي متامنه. ياسر ولا رامي؟ لا بالنسبه لي ياسر مش رامي. رامي حتى لو ياسر بعيد بقاله 3 4 ماتشات، هو لما رامي لعب برده ما كانش مقنع بالنسبه لي. رامي عنده مشاكل دفاعيه، بعيد هو بيلعب برده. فاذا كان هو بيلعب وعنده مشكله، لا يعني مش هتفرق بقى. رامي عنده مش انتوا ليه شايفين ما خد بالك ان جزء برضه من كفاءه الديفنس نص الملعب طبعا، عشان برضه ما نبقاش احنا حاطين رامي طول الوقت في لا انا ما اقصدش انتقده او يعني لا لو انت عايز تنتقد انتقد، ما اقصدش، بس هو رامي دايما بيتحط هو يعني هو دايما ضعف في الفريق في الوش. بس الاهلي كان عنده مشاكل في نص الملعب. رامي مشكلتي معاه انه يعني احيانا النيرف بيزيد شويه في اللعب، يعني رامي أوكي. انا بحس انه بيدي لكل حاجه اكتر ما تحتمل، في التمريره، في التمركز، في الاندفاع، في الالتحام، في النط، يعني رامي محتاج يظبط الترمستات. مع ان رامي خبرات، رامي خبرات، بس هي دي طبيعه، هي دي طبيعه شخصيه، يعني لحد ما هيبطل هي دي طبيعه. هو اللي لازم يشتغل على نفسه فيها لانه لسه قدامه طبعا. فالمباراه دي مش محتاجه تفضل ايدك على قلبك انه يتصرف في كره غلط، يمرر كره غلط، او يتمركز غلط. لكن ياسر احسن ما فيه، وياسر بيتالق امتى؟ لما بيلعب على قد امكانياته، لما ما بيتفلسفش، عارف انت المساك اللي هو عارف اخره، فمش هيتفلسف، الكره هتجيله هيبصها لاقرب حد، انا بمسك فلان سيمبا زواني يبقى هلزق له همسكه. فهي دي اللي ممكن تميز ياسر، انه هيديك المينيمو والعالي من غير فلسفه الكرات العرضيه. لا ياسر، ما ياسر مش سيء في الكرات العاليه، وهم ما بيعتمدوش على العالي كتير، حتى الكورنر ما بيعملوش مباشر، يعني هم بيرفعوا الكورنر، حد بيهيئوا لحد والتاني بيدخل. الماتش اللي فات 3 4 كورنر كان خطوره رهيبه، بس جاي من اللعب المباشر، يعني هم ما عندهمش يعني التركيز على ان هو يقول لك الكرات العاليه واللعب بالهيد والحاجات دي، مش يعني مش مميزين فيها. هم يعني على الارض اكتر. هو مشكله الاهلي كانت سوء تمركز، مش ان محدش بيلعب عالي كويس. عبد المنعم بيلعب عالي. انت ياسر؟ انا بالنسبه لي ياسر. طب وناحيه اليمين اكرم ولا هاني؟ اليمين هي محيره شوي، لانه في العادي في الطبيعي لو انت بتقول اتنين جاهزين انا اختار اكرم طبعا، بس هل اكرم جاهز بدنيا لماتش زي ده؟ لخناقه فنيه وضغط، هل هيقدر يتحمل 90 دقيقه او على الاقل 60 70 دقيقه
يجيب مع سرعات مع قوه مع التحام. لو قدر، لو كان قادر، لو الدكتور وكولر شايفين انه قادر طبعا اكرم. هو اكرم لو من 6 شهور وعنده صليب وقلت له قادر يقول لك اه قادر. هو يقول يعني اكرم اكرم امير بنفسه في النار. هي اصله ماتش يحصل يحصل. هو طمنا شويه لما نزل، بس خلي بالك هم برده كانوا استهلكوا بدنيا. وهو نزل الحقيقه عمل يعني في مثلا في الواحد الواحد ما حدش عدى منه يعني ماسيكو ده ما عداش منه ولا كوره في الواحد الواحد ولا اي حد دخل عليه. فلو اكرم في الفورمه دي لا انا اختار اكرم، لو ما كانش يبقى محمد هاني بس مع مزيد من التركيز. وانت بريغ متفق؟ لا هو انا مع متفق مع ياسر، لكن انا شايف ان الماتش ده ما ينفعش غير هاني. هاني كان تراجع على الماتش اللي فات مستواه، ويعني لكن هاني الماتشات اللي فاتت دي كان اكتر لاعب من اللعيبه اللي مستواهم ثابت. وبعدين هو الراجل يعني لاعب عنده خبره دلوقتي افريقيه كويسه، وراجل بيقدر يلعب تحت ضغط. اكرم مهما كان لسه راجع برضو من اصابه، يعني ايا كان سهلة. طبعا وما تقدرش يعني. الفتره اللي حكم عليها تقدر تقول ان هي تاهله يلعب زي ماتش ده. ومحمد هاني مستوى ثابت الفتره اللي فاتت، فانت عشان تراجع ماتش او جزء من ماتش الماتش اللي يعني فات ده يعني يلعب بهاني لازم اكرم لازم طبعا واكرم كبديل زي اللي حصل الماتش اللي فات. لكن محمد هاني هو الاقرب، وانا شايف ان هو كمان الافضل حتى لو كان تراجع مستوى في الماتش اللي فات ده، لكن يظل هو الافضل في المره دي. لان انت الناس كانت بتتكلم قبل ما يرجع اكرم، طب هنعمل ايه؟ طب ده هاني الفتره اللي فاتت مستوى ثابت، حرام نضحي. اذا احنا متفقين على التشكيل كله كده يعني لحد كبير طبعا. ان الشناح راس المرمى، هنقوله تاني، معلول هاني على الطرفين، عبد المنعم ياسر ابراهيم، نص الملعب ديانج وكوكا، ومعاهم امام عاشور، قدام على اليمين بيرستاو، على الشمال حسين الشحات ومحمود كهرب. ده كده التشكيل المثالي. وعندك اوراق اعتقد بره مهمه كتير. عندك عبد القادر، عندك قفشه، عندك رضا سليم، عندك اكرم طبعا ناحيه اليمين طبعا. يعني عندك لعيبه تقدر تسمع لك في اي وقت يغيروا لك شكل الاداء ويغيروا لك الطريقه. يعني انت من ميزات الاهلي. لو اتاخر الفوز يبقى الاهلي محتاج مين بقى في اللحظه دي؟ هتلاقي عندك رضا سليم وعبد القادر. شايف هيبقى محتاج قفشه عبد القادر طبعا. قفشه وعبد القادر يعني قفشه لو ممكن عبد القادر يبقى نقطه تحول. خد بالك عبد القادر ده هيفرق يعني مع النادي الاهلي. لو نزل عبد القادر ده لو دماغه تمام، ما هو المشكله زي ما بيقول كابتن عبد القادر، زي ما بيقول كابتن عبد الجليل، هو ما بيضمنهوش في الملعب. يعني بينزل مستواه مش ثابت. خلاص انت نازل هيأدي ولا مش هيأدي؟ دي السؤال قبل ما يبدا. هيظهر بمستوى لا يعني مش عارف ايه المهام اللي هتتكلم فيها. عبد القادر عنده قدرات مهاريه طبعًا عاليه جدا طبعا. هو ميزته انه لاعب عشوائي. يعني عبد القادر ما تعرفش هو هيعمل ايه، ما تعرفش هو هيعمل ايه. وده مشكله للديفنس طبعا. مشكله لاي ديفنس. يعني عبد القادر ساعات يشوط من جوه ال 18 لا يمكن تقول انه هيشوط، مستحيل. وتلاقيها الشوطه رايحه على هدف عالمي. وطبعا هو في الواحد لواحد خطير. هو مشكله عبد القادر انه قراره غلط في معظم الاحوال. يعني عبد القادر لما بيكون المفروض يباصي اخر كوره، لا بيبقى عايز يزود فيرقص كمان مره فعشان يبقى شكله حلو. لو بس نسي موضوع الشو ده ولعب للفريق، عبد القادر بيبقى لاعب كبير. يعني ورقه رابحه مهمه بره طبعا، ورقه رابحه. بس طبعا الافضليه لرضا سليم، لان رضا سليم الفتره اللي فاتت كان شغال بشكل كويس. ورضا كمان في الماتشات القاريه اللي زي دي ممكن تحتاج الاثنين، وممكن تحتاج الاثنين، ايه المانع؟ بس يعني ممكن تلاقي بيرستاو في اخر ربع ساعه محتاج تنزل رضا، محتاج تغير حسين الشحات. كلام طبعا عن الاولويه. ممكن يعني تلعب كهربا بيرستاو يلعب راس حربه، وكهربا اللي يطلع برضه. لو كهربا برضه ما كملش ماتش يعني اقصد. بس احنا متفقين ان في 4 5 طبعا اوراق رابحه. يعني ما عندوش مشكله في البدايل اللي موجوده. حتى مروان يعني حتى مروان عطيه ممكن اذا انت فرق 2 تقدر تقفل بيه. يعني تقدر ينزل يبقى معاك. ويا ريت مروان يراجع نفسه ويقعد مع نفسه، لان مروان الاهلي خسرانه بشكل كبير. لعيب كبير ما ينفعش مروان. وانت بقى كمان احنا داخلين على مروان بقى ظاهره. مع مشكله مروان كمان ان هو في 3 4 ماتشات افريقيا ورا بعض غلط. فبقى بالنسبه للمدرب والجمهور ظاهره. بالماتش اتحاد العاصمه البينالتي، ماتش سيمبا غلطه، ماتش اللي فات غلطه. يعني غلطات كمان على حظه. من يوم البينال ده ومستواه بصراحه في تراجع كلها. وحتى هو كمان على حظه خد يعني منه ان غلطاته بجول. يعني يقعد الماتش الغلطه بتبقى بجول. يعني ده على حظه كمان. ده يبقى احنا متفقين كده على التشكيل. الجانب النفسي للاهلي، هو الراجل ما عندوش وقت. يعني الماتش اللي فات كان يوم السبت ولا ايه؟ كان يوم الحد حد ورا. نعم خلاص رجع غريبة جدا. حد ورا بعد يوم الاربعاء كده. الماتش اللي فات كان اول امبارح الحد. يلحق كولر يجهز فرقته نفسيا، ولا كانت زياره الكابتن خطيب النهارده مهمه؟
في البعد النفسي ده. ما هو ملوش، ما هو انا بقول لحضرتك حتى النهارده في كلامه كل التركيز على الناحيه النفسيه.